يعني تقريبا ممكن الناس اللي ركزت شوية معانا في الفيديو قعدوا يعدوا العربيات وبتاع، يعني هذا هو موكب أردوغان، وراح يصلي جمعة، راجل رايح كده يعني ايه يؤدي فريضة ربنا، يصلي يعني، رايح يقف بين ايدين ربنا يعني خاشعا متبتلا يعني خاضعا، رايح يصلي، فواخد كل هذا الموكب نارد، الموكب اهو قدام حضراتكم، الناس تقعد تعد العربيات كده، ده راجل خائف اصلا، وراجل اشترى الدنيا، يعني زي ما بتقول ايه، يصنع مجده في هذه الدنيا، هو بقى بيبيع الوهم، يبيع الوهم لاتباعه، يبيع الوهم للجماعه بتوع الاخوان، يبيع الوهم للي هم منتظرين يعني اردوغان، وهو جاي على فرس ابيض كده، الفارس اللي هو هيرجعهم تاني ويعمل لهم دولة الخلافة. يعني مصر وانا بتحدى والله، مصر لو فتحت بس كده جزء من النافذة هتلاقي اردوغان ده جاي يجري، اردوغان جاي يجري. وانا اقول لحضراتكم معلومة على مسؤولية مسؤول كبير جدا في البلد، ومسؤول نافذ، يعني انه قال لما تركيا والمسؤولين الاتراك بيقولوا انه في اتصالات على المستوى المخابراتي واتصالات على المستوى الدبلوماسي، لم تحدث اي اتصالات ما بين مصر وتركيا لا على المستوى المخابراتي ولا على المستوى الدبلوماسي، قال لك ده كلام فاضي ما حصلش، لكن هم بيحاولوا يعملوا اطار فيطلع، ويطلع من طرف واحد، لان هو اردوغان قال هذا الكلام طول الوقت. فالمخدوعين باردوغان، انا بقول لحضراتكم، بس مصر فتحت يعني جزء من النافذه، جزء من النافذه، يعني وانت قاعد كده تعد في 100 عربيه، 100 عربيه، هذا الموكب اللي رايح بيه اردوغان يصلي بيظهر لك الفرق. نحن لا نتاجر بما يفعله الرئيس السيسي في مصر، الحقيقه ما بنتاجرش بيه، يعني ما بنعرفش نقول الراجل بيعمل كذا وبيفتتح كذا وبيتابع كذا وبيبني كذا وعاوز يحصل فيه نهضة في البلد في كذا، ما بنتجرش بده، لكن انت هذا المشهد مشهد لن تعرضه القنوات والمنصات اللي بتروج، لانه ده خليفة المسلمين، ده خليفة المدمنين، ده لانه هما الناس دماغها رايح، يعني دماغها ضايع، فده مشهد الحقيقة يسجل بيه اسم اردوغان ديكتاتور ومستبد وقامع لشعبه بشكل كامل، بشكل كامل. يعني خلي بالكم يا جماعه انه مصر فيها، واحد يقول لك انتم طب ما هو مصر فيها مشاكل وفيها ناس في السجون وفيها مش عارف، انت بتتكلم على معركه فيها خصمين، في جماعه عايزه تنقض على هذا البلد، لكن هو انت بتتكلم على ايه؟ واحد عدل الدستور بتاعه، واحد من الحزب بتاعه يقصي كل معارضيه بشكل اساسي، واخد بالك؟ وبيشتغل ضد الصحفيين وضد المجتمع المدني وضد كل الناس هناك بأي شكل، ليس لديه صراع، ليس لديه هذا الصراع اللي موجود. فأنت بتتكلم في مشهد زي ده تكتشفه زيف وضلال وبهتان أردوغان، اللي هو في النهاية أنا قلت زمان هذا الرجل يعني سيرينا الله فيه آية، لأنه كل هذا الظلم اللي بيعمله وكل هذا التعدي وكل هذا الفجر وكل هذه اللصوصية أعتقد أنها مش هتعدي بشكل كده طبيعي، الله عادل في الدنيا وفي الآخرة.